300 درهم، 10300 درهم، 10,030 ديال الاورو، 1,006,000 ريال. غزلان غزلان ولا اروع، مخيرين في البوس شي حاجه الحصريه بنات، وشي حاجه الفوكاني، وشي حاجه تبارك الله الموديل الرائع جدا، الرومي والبلدي وكل شيء تما، كل شيء تما، كل شيء تما، ما شاء الله. هو فنين، قلت لك كل شيء هو فنين، كل شيء هو فنين، والله ما كذبتوا، الا فنين فنين. والتصويره ما عطيهم حتى العشور ديالهم من الديكور ديالهم. مرحبا، ها هما نخلي لكم هنا ثلاثه الثواني اللي مازال ما درتش الكابتشر ديكو، سي ماتنو او جامي. انا نعطيكم البنات الكورميطه القبيله، حتى هي الخاوي ديال الكورميطه اللي بغات تزيد هذه باللويز، حتى هي كاينه 4500 درهم، 450 ديال الاورو ديال الشميشه اللي كانوا خداو عندي الخويت ماتوا، قالوا لي عافاك يدخلوا الكورميطات راه تنساو، ماشي تنساو الواتساب عامر، يلا كنتسالوا اللي دونك اللي شافتها مرحبا تدخل فيها عليها. 4500 درهم، 450 ديال الاورو ولا اروع، بالسنسله ديال المستطيل، بالخميمسه ديال فيها الطابع ديال الديوانه، او الديكور رائع جدا ديال شميتها، باللوينات ديال الكرونه ولا اروع ولا اروع ولا اروع. ارى لي الدهماني، وارى لي مويد. انا نعطيكم واحد لونسون بلا بنات غزال جدا ديال الشوبا، كيتسمى هذا الموديل ديال الشوبا، غزال وثمنه فن 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 رائع جدا. لا بالنسبه للكولي كما كتشوفوا كيجي بقى ب 4700 درهم، 470 ديال الاورو، 4700 درهم، 470 ديال الاورو، اللي هي 94000 ريال. الكولي كيجيو فيه هنا حبيبات ولا اروع ديال الشوبار، وحده مسيرتيه وحده سامبل، وكتجي هنايا مدلدله. وبالنسبه للسلسله كتمشي كلها غاديه بالسلسله ديال اللويت. بالنسبه لهادو راه ديال تركيا، شي حاجه تبارك الله، الاموري اموري توب فينيسيون، شي حاجه في العزازات وشي حاجه الغاليات. بالنسبه لاكورميط ديال اليد ديالها كدير غير 1850 درهم، لاكورميط ديالها 1185 ديال الاورو، اللي هي تقريبا 37000 ريال لاكورميط ديال اليد ديالها. ها هما اللي بغاتهم دير لهم الكابتيغ دي كرون دو بريفي، كيجيو فنين وكيجيو رائعين وراقيين، وشي حاجه تبارك الله فن الفن. لا بالنسبه للثمنهم، لا الموديل ديالهم، لا الديزاين ديالهم، رائعين رائعين، ديزاين خطير البنات. مليكه كاينين كاع القياسات حبيبه ديالي، موجودين القياسات من 17 سنتيم حتى ل 20 سنتيم. عشاق، ما كاين ما يدار، ها ما يدار، شي حاجه تبارك الله، 100 غرام ديال الدبانه، شي حاجه تبارك الله، بقعه ارضيه في يد سيدي محمد، شي حاجه تبارك الله الرحمن الرحيم، ناقصها شويه د الفينيسيون تولي بقعه. 100 غرام البنات ديال الدب، لا ولا ولا. شوفوا بالنسبه للكورميط المنقوش ولا اروع البنات، هذا هو الكورميط الرائع جدا اللي كيمشي تقريبا بعرض واحد، شي حاجه ديال الخزازنا بنات، وشي حاجه ديال اللبسه بوحدك، 100 غرام ديال الدب تبارك الله الرحمن الرحيم في كورميط هادكو ديال المنقوش ولا اروع الدب. ما نقول لكمش البنات على الصفه وعلى الخدمه وعلى تبارك الله الغرض اللي كاين في الحبيبات ديال، وكلهم عامرين. بالنسبه للرادكو هذا ديال الرادكو السامبل القديم، 100 غرام البنات، 99.97 غرام بالضبط، 56,950 درهم، اللي هي 5,695 ديال الاورو بالضبط، 5,139,000 ريال منقوش ولا اروع البنات. غزال 100 غرام ديال الذهيبه، تتقلبي على كرادكو تكوني لابساه بوحدك، شي حاجه تبارك الله اللي ما كتلقايش عند جميع الذهبيه، ولا ما كتلقايش في العنق ديال اي عند كل شيء، شي حاجه تبارك الله، وجمع خيرك عندك وخيرك باين عليك. مرحبا. بالنسبه للبيرسونيلمون انا هادو هما البياسات اللي كيعجبني نبيع، شي حاجه اللي قليله وكتكون عندنا برؤوس الاصابع، 100 غرام شي حاجه تبارك الله اللي غادي تلقايها ولا اروع، 56,950 درهم، وي 5,695 ديال الاورو، الرادكو المنقوش ولا اروع يا باميو. نخلي لكم هنا ثلاثه الثواني اللي ما عمر شي حاجه تبارك الله في الهواوي، شي حاجه اموري اموري. شوفوا على عرض فيه، شوفوا ملي كتحطوه فوق، ملي كتحطيه في العنق ديالك، هادي هي لبستو، هادي هي لبستو، الله 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 الله، اللي قالت ما كاين ما يدار ما يدار عند سيدي محمد ولا نبيله في رويال دي بيجو، ناس عالي، تحطيم الارقام القياسيه والف...
التطبيق ديال الطرفنا ونفوز ونفوز بالرضا ديال الله عز وجل ثم الارضاء ديالكم. مرحبا والف مرحبا ناس جاهدين في ارضاء الله عز وجل ثم ارضاء جميع الاذواق. هذا هو مذهبنا وهذا هو كلامنا. نعطيكم هذه الكورميطه ديك اللي بغات 48 غرام فاصله 74 فرادكو ولا اروع السامبل 23600 درهم. ها هو الرادكو ديال 48 غرام كالك 23600 درهم اللي هي 23600 درهم اللي هي 2360 ديال الاورو. هذا الذهب احمر اللي عزيز عليها دير الرادكو اللي ما كيكونش ديغرادي تيموت اللور. دونك هذا اللي كيمشي تقريبا غادي مزيان القدام بالعرض حتى الفوق. فوالا هي شفتوا كما كتشوفوا غزاله. بالنسبه لهذا راه المنقوص راه كيكون في الذهب الصفر وبالنسبه للرادكو العادي كيكون في الذهب الاحمر. الرادكو البنات اللي ما عرفات ما تشري تاخذ الرادكو، اللي ما عرفات ما تاخذ الرادكو البنات. زينه وخزينه وخير كباين عليك وديروا فيكسيه وكارونتي 100 عام. كاين عندي واحد الرادكو فيه 60 غرام فاصله 68 البنات، كاين حتى 60 غرام 34700. المومو 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 الرادكو اليوم، المومو الرادكو شي حاجه تبارك الله ولا اروع. تا هو كيمشي بالشكل تبارك الله اللي ما كيعزيز الاغلبيه الاعشاق الرادكو. المومو ما كيكونش هنايا مفتح بزاف وكيوصل غير لهنا وكيرقاق كما كتشوفوا كيمشيو بعرض واحد والحبات الغلاضه بانت. الرادكو المومو الا قلت لكم المومو شتوني هضرت على شي حاجه لهواوي وشي حاجه خليني منهنيني. 34700 درهم 3470 ديال الاورو شي حاجه اللي خلينا وجهنا احمر 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 بحال شي حاجه حمراء بحال بطيشه شي حاجه حمراء شي حاجه تبارك الله في الهواوي وشي حاجه 34700 درهم اللي هي 3470 ديال الاورو. هذا هو اخيرا كاين ديال 22000 درهم 2200 ديال الاورو 2,040,000 ريال. هذا الخدمه فيه الفورمه مزيان وين ما يوصلش في الغرامات لهادو، هذا فيه غير 39 غرام. فوالا هذا هو الموديل اللي تنقول لكم تيرقاق دغيا باش تشوفوا المقارنه دغيا دغيا. فوالا هنايا راه طويل هنايا دغيا وصل للرقاق. هادو كيمشيو تبارك الله عرض واحد. اللي بغات شي حاجه اللي مهم كما قلت لكم في الاول اللي صعيب هو تاخذ شي حاجه بثمن شي حاجه اخرى مغايره، مي كتاخذ كل حاجه وثمنها. بالنسبه بنات الكورميطات ديال اليد ديالهم عندي حتى ديال السامبل مرحبا والف مرحبا. غنعطيكم هذه ولا اروع بنات فيها 25 غرام فاصله 18 كتبقى ب 14350 درهم. هاد الكبيره 14300 الكورميطات اللي دابا مع شبالي 14350 درهم اللي هي 14350 درهم اللي هي 1435 ديال الاورو اللي هي مليون و83000 ريال. مليون و87000 مليون و87000 ريال. ما نقولكش على الزديح د الراس نسالي وشرب كاينه. كاين عندي غير 16 غرام بنات فاصله 43 اللي بغاتها 9350 درهم اللي هي 935 ديال الاورو اللي هي 183 187000 ريال. هادي 187000 ريال. وكاينه مولا 13 غرام فاصله 53 بنات 7700 درهم 770 ديال الاورو 154000 ريال. كورميطه ديال اليد ديال باميو. وكاينه عندي هادي ديال العنق ديال 10300 درهم فيها 18 غرام فاصله 11 هادي 18 غرام فاصله 11 هادي ديال العنق هادي ما دوزتها لكمش 18 غرام فاصله 11 كتبقى ب 10300 درهم 1030 ديال الاورو مليون و6000 ريال. المومو 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 ما كاين ما اللي قالت ما كاين ما يدارها ما يدار الذهوبات لالا وشي حاجه تبارك الله الرحمن الرحيم اللي نتمناها لكم كاملين. مرحبا ديروا الكابتور ديك خون رادكو هذا دابا اللايف جي ما تلقاوش اما تقوليش راه كاين عنده راه غادي يبقى ليه في الراس. والله الا لا اعي ما اقول شي حاجه تبارك الله. اي يمي 2400 درهم كورميطه غزاله سامبل البنات ديال المستطيل 2400 درهم 240 ديال الاورو اللي هي 48000 ريال. كورميطه سامبل غزاله فيها المستطيل وكتمشي بلي فيرميتور ديالها ولا اروع الطبع ديال الديوانه ولا اروع سامبل ديريها بول الاستعمال اليومي. ها الرويال هنا امال هادشي هنا النوفيل ريفاج في الرويال البنات. الناس اللي دخلوا على الرويال ولقاوهم تباوعوا مرحبا والف مرحبا. غنبدا لكم البنات هي
صاب لي هذا البرانس عارف شتي يدير لي هذاك ما شاء الله. سيروا معايا على الخطابانات وعقلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. نبدا لكم كاين عندي 19300 درهم 1930 ديال الاورو رويال ملكي بنات امريكان 19300 درهم 1930 ديال الاورو مليون و 186 الف ريال. هاو الرويال راه معروف لبستو خدمه البريمير شوا كيمشي تبارك الله بعرض واحد تينقص واحد شويه ماشي بزاف على هنا مي شويه قليل قليل مي لبستو كاع الناس اللي خداوه تبارك الله كاع لي كليون كانوا تخي تخي ساتيسفات لا الخدمه ديالو لا النقش ديالو لا سامبليسيتي حتى نبيله راه دايره واحد صافي اش بغيتي بريست بصحتك تسخر لك هاي الكينه الله يعطيك الجنه شكرا ام امير على الكينه الله يعطيك الخير غادي نديرها دابا سو اون ديريكت 19300 درهم 1930 ديال الاورو كاين عندي غير ديال 18600 درهم 1860 ديال الاورو مليون و 72 الف ريال هذا اللي فوق منه يلا اللي بغات شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم مرحبا و 100 الف الف مرحبا بالنسبه لهذا كاين عندي 14300 درهم 1430 ديال الاورو مليون و 86 الف ريال اللي بغات شي حاجه مرحبا وكاين ديال 14200 درهم 1420 ديال الاورو مليون و 82 الف ريال بالنسبه لهاد جوج الفوقانيين كولور صفر بالنسبه لهاد جوج التحتانيين كولور احمر دونك حنا لارضاء جميع الاذواق جبت لكم جوج ديال اللوينات وما كاين حتى مشكل اللي بغات حتى هادو يوليو صفرين ولا بغات حتى هادو يوليو حمرين ما كاين حتى مشكل في الشريبه ديال الماء مرحبا والف مرحبا واخ كاينين الخويتمات ديالهم دابا بنات 1900 درهم لواحد الاونيتي 190 ديال الاورو 38 الف ريال بالنسبه للحلقات كاينين الحلقات ديالهم روعه روعه كيجيو بيرسينغ كيجيو سونتر الودن اللي كيكون عندها المشكل ديال الودن مشرومه دونك بالنسبه لهذوك كيجيو سونتر دايرين 2500 درهم 250 ديال الاورو 50 الف ريال الحلقات ديالهم بالنسبه لي رادكو ديال الكورميطات ديال اليد عندي جميع الموازن وجميع الاشكال مرحبا والف مرحبا انا غندوز لكم لي رادكو ديالهم كاين بالنسبه لهذا انا نحطك كاين هذا اللي غادي نحط لكم دابا داير 6750 درهم 675 ديال الاورو وكاين هذا ديال 6700 درهم تقريبا بحال بحال موجودين البنات جميع كاين 6500 كاين 6600 درهم مرحبا ما بين وكاين هذا الكبير هذا داير 8800 درهم بوحدو 8800 درهم مرحبا و1000 مرحبا 880 ديال الاورو 196 الف ريال فوالا اللي بغات شي حاجه منهم مرحبا ما تندموش عليهم 176 الف ريال وي هذا اللي بغات شي حاجه منهم البنات ما تيزيتيوش لان الموديل تبارك الله تيطير وخدام وبالنسبه لهاد الزواقه والله ما وديول المغرب تيتخدموا هنا عرفتي هاد الخدمه هادي باش كيخدمها الصانع راه عرفتي غير باش يخرج بياسه والله الا اللي كيجلسوا فيها اوقات ساعات وساعات طوال باش يخرجوا هاد الموديل لان فريمون لبستو بوحدو او رائع كاع اللي خداوه مرحبا و100 الف مرحبا بالجميع الفن الفن ما تندموش الا شكرت لكم شي حاجه راه ماشي غير عبثا راني اعي ما اقول وكما قلت لكم اولا كنبغيو بها تجاره الله عز وجل عاد ان شاء الله الرحمن الرحيم نقولوا لاله فاتحه بصحتك سريت لو ولا اروع الغزاله جدا ديال البيزاغرا الموديل الرائع جدا المعروف بالبيزاغرا خديمه اونيك وشي حاجه تبارك الله اللي ما كتلقايش 117 غرام اللي فيها هاد السريت هادي بصحتك لاله فاتحه وصيتينا عليها دونك نهار لقيناها راه جبناها لك وبغينا غير نقول لك بصحتك وراحتك مرحبا وشكرا على الفيرس مورا نبيله قبيله قالت لي راه الفلوس وصلوا بصحتك وراحتك الله يخطيك والله يخلي لك دوك الجنود تبارك الله الرحمن الرحيم وخدمتي وربيتي وانت وقفتي عليهم الله يخليهم لك بركه اختي فاتحه وحال الوقت باش تدوري براسك عزيزه وغاليه مرحبا والف مرحبا صرت لها رائعه جدا البنات نقولوا كاملين لاختي فاتحه بصحتك وراحتك انا خديت منهم وباقي عندكم في الامان اييه شكون اللي داخله بيانو يفي نشوف الاثنين ان شاء الله صيفطوه لي مرحبا مرحبا اختي مرحبا كلشي في الامان واش غنتي
راه الكفر فورت بلي تنهيط ليهم تنقول لهم الكفر فور عندي راه عمر والله الا غير البارح غير البارح ما شاء الله اضطريت انني نبدل لو كفر فور وزدت لو دوزيام كفر فور بواحد لي ديمونسيون كبار باش نقدر سلعتكم تبقى عندي في الامان لان فريمون السلعه ديالي كتبان الا بات في الزنقه ما تخرجش الكفر فور والله ما تيديني النعاس الا بقات غير خاتم ديالكم الناس اللي مخلصه في السلعه وبقات خاتم خارج الكفر فور راه تنبقى تنقول لي سيكوريتي ما يتحركوش حتى نجي في الصباح تنضطر نشدهم ساعه ونص وساعتين عاد باش نجي عاد نحل عاد يمشيو في حالهم لان فريمون الامانه صعيبه او مرحبا والف مرحبا دابا اللي بغات تخبع راه جبت كفر فور تبارك الله ديال متر ونص على 3 متر راه ندخلوا فيه انا ونبيله لان فريمون ما بقاش يكفاني الكفر فور حيت عندنا الناس على برا بزاف ما يمكنش سلعتهم تصيفطيها لهم باقي اللي في المغرب واحد شويه وكيقولوا لك سيفطي لينا